لا تعرف صيفا أو شتاء، حرا كان أم بردا، أزمة الكهرباء في النجف تحل ضيفا ثقيلا باردا على النجفيين، انقطاع متواصل لساعات طويلة للتيار الكهربائي هو الأكثر منذ سنوات في المحافظة التي لم يجد أهلها غير الغضب من هذا التراجع الخدمي تعبيرا لامتعاضهم. متردية جدا، يعني من 24 ساعة حصل إما 6 ساعات أو 8 ساعات قطع مستمر بالكهرباء، ماكو أي حل للكهرباء من 2003 إلى الآن، كل حل ما صار، صرفت المليارات على الكهرباء لحد الآن، ملفات الفساد بالكهرباء لحد الآن ما انكشفت. كأصحاب محلات متضررين من مسألة الكهرباء، قطع مستمر عندنا، يعني تجي 4 ساعات أو 6 ساعات مقطوعة، ساعتين تجي أو أقل الساعتين. ومع كل تجدد لأزمة الكهرباء لا يتبادر إلى أذهان النجفيين أكثر من هذا السؤال، أين ذهبت الأموال التي رصدت لحل معضلة الكهرباء؟ يقولون إن الإجابة واضحة بوضوح حجم الفساد وهدر المال العام منذ عام 2003، فعشرات المليارات اختفت على عقود لم يذكر منها سوى اسمها فقط. لا مفر للوقود، لا مفر للكهرباء، يعني هاي الإشكالات الشعب شاك بيها من الدولة سياسية، حلوها خب نقول للشعب سياسية حتى الشعب يفتهم. اقتصادية اعطوكم فلوس مال الكهرباء أكثر من 20 مليار، شنو هالترد هذا بالكهرباء؟ ما أدري، عقوبة للناس، عقوبة للشعب، يعني هاي مشكلة هذه، يعني التسليم ما يكفيكم. ندعو الجهات المعنية للاستثمار الكهرباء الطاقات الشمسية مكان الطاقات الكهربائية والغازية واستثمار الغاز، احنا نريد نفرق هذا الشيء بالطاقات الكهربائية الشمسية أفضل من الطاقات الأخرى. باتت معروفة ولا داعي لذكرها، يصف النجفيون تبريرات وزارة الكهرباء التي قالوا إنها تتكرر دون إيجاد الحلول المناسبة لها. على ما يبدو فإن لا أمل قريب ينهي واقعا مترديا من الكهرباء، واقع مرير بات يحل في كل زمان، لا صيف يخفف من وطئته ولا شتاء. من النجف محمد رزاق، التغيير.